أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن حكومة لبنان هي وحدها المنوط بها التفاوض باسم بلادها من أجل التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتطبيق كامل غير منقوص للقرار رقم 1701 وشدد أبو الغيط على أن موقف جامعة الدول العربية واضح في هذا الخصوص وأن قرار جميعا تشدد على سيادة لبنان كاملة في اتخاذ قراراته المصيرية